أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة من برنامج العندليب التي نقدمها لكل جمهور قناة هلا الفضائية، قناة الوسط العربي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ونبارك لجميع الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة، وأسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير وهدات البال، والفرحة يا عيد تجمعنا والهم ينزال. في هذه الأمسية سنقدم حلقة خاصة مميزة بمناسبة العيد مع المطرب المخضرم إلياس عطلة من مدينة حيفا، المعروف بأدائه المميز لأغاني الطرب الأصيل للزمن الجميل والحاصل على لقب الأول من جامعة حيفا، ويرافقه على الأورج الفنان المبدع مرسي بيادسي من مدينة باقة الغربية الحاصل على اللقب الثاني بالعلوم الموسيقية وصاحب فرقة سمر الموسيقية، وعازف العود الفنان الأستاذ أحمد دراوشي من إكسال الحاصل على اللقب الثاني بالعلوم الموسيقية والعلاج عن طريق الموسيقى، وعازف الرك الفنان معاذ خرمة من مدينة الناصرة. فكل التحية والمحبة، ويسعدني استضافتكم في هذه الأمسية الخاصة، وأهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. اليوم فعلا اليوم عندنا فنانين كبار وما شاء الله عليكم عازفين يعني ماهرين. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك أستاذ. الله يخليك. شرفت القناة وشرفتنا وشرفت جمهور قناة الفضائية وموقع بنت. الله يسعدك ويسعد وكل مساك. عام وأنتم بألف خير والجميع بألف خير. أهلا وسهلا فيكم. تسلم. أه يا حلو يا مسلي جميل يا ريتني ظلوا يا عيني حب جميل يا ريتني ظلوا حب جميل يا ريتني ظلوا يا عيني حملت قلبي وحملت ظلوا أه يا حلو يا مسلي أبيض وياه
ابيض وياه يا لون الياسمين ابيض وياه يا لون الياسمين يا عيني ياللي عخدتك شكل وردي اه يا حلو اه يا مسليني ياللي بنار الهجر كاويني اه يا حلو يا مسليني ياللي بنار الهجر كاويني او املى المدام يا جميل واسقيني يا عيني كتر الشوق عليك ما بنا الله 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 الله. طبعا اهلا وسهلا فيكم من مدينة حيفا عروس البحر الله الفنان المطرب تسلم. إلياس عطل أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا أستاذ سامي، تحية لك ولقناة هلا رائعة ولمشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بدي تحكي لي أول شيء، تعرف الجمهور مين هو إلياس عطل؟ طبعا أنت أشهر من نار على العالم، بس تسلم. بحب برضو الجمهور يتعرف عليك وتعرف أنت حالك لجمهورنا الكريم. يا سيدي، أنا مطرب وعازف عود، بغني بالبلاد وبالعالم العربي وبأمريكا وبكندا. اشرح لنا، بتغني، ذكرت انك بتغني في العالم العربي وفي نعم. خارج البلاد، اشرح لنا عن جولاتك في خارج البلاد، وين شاركت، في أي حفلات عالمية شاركت؟ المضبوط، كان لي مشاركات عديدة في أهم مهرجانات في العالم العربي، أذكر منها مهرجان قرطاج في تونس. في تونس ما شاء الله. مرتين. مهرجان الرباط. مهرجان قرطاج، مهرجان عريك، يعني عظيم، مهرجان أعظم عظيم. مطربين العالم بيشاركوا هناك. طبعاً طبعاً. ومش كل فنان بيقدر واقف على المنصة هاي. تمام، كان لي عظيم الشرف والحظ إني غنيت على هذا المسرح. في أي سنة كانت هاي؟ قرطاج كان في 2009 قبل 10 سنوات. حلو حلو. نعم. وأيضا مهرجان الرباط في المغرب. في المغرب. مهرجان الدار البيضاء في المغرب. أيضا عريك. وبعد مرة ثالثة في المغرب مهرجان فاس. فاس. طبعا مهرجان عمان في الأردن. نذكر كمان طبعا في القاهرة مهرجان القاهرة وإلى آخره. أمريكا، كندا. ماذا حملت لهم؟ ماذا قدمت لهم في هذه المهرجانات؟ اولا تراثنا، تراثنا الفلسطيني، تراث الفلسطيني طبعا الجميل العريق العظيم طبعا الغني طبعاً. وبالاضافه كل بلد كنا نروح نغني فيها نقدم طبعا شيء من تراث هذه البلد، يعني ان كان تونس او مصر او المغرب او الاردن، نغني كمان من موسيقتهم من اغانيهم. وطبعا اول شيء زي ما حكينا تراثنا، نقدم تراث تبعنا واغانينا وموسيقتنا وفننا. كيف كانوا يتكبلوا الأغاني التراثية الفلسطينية؟ بشكل غير متوقع. كانوا يتجاوبوا مع الأغاني الفلسطينية بشكل غير متوقع. محبوبة جدا جدا هاي الأغاني، راسخة في أذهان وعقول الشعب العربي بشكل غريب. يعني أنا في رأيي قد ما يطلع أنواع من الفن والموسيقى والأغاني، بيضل التراث هو الأساس، هو اللي راسخ في قلوب وأذهان وحياة الشعب العربي من جيل إلى جيل. طبعا هل حسب رأيك في عنا مواهب عنا في البلاد في الفن المحلي، المطربين المحليين اللي بتضاهي المطربين في العالم العربي؟ أكيد أكيد عنا مواهب لا تقل أبدا أبدا عن المواهب الموجودة في العالم العربي على جميع الأصعدة، غناء، عزف، تمثيل، كتاب، شعراء. عندنا مبدعين انا حسب رايي مش كل المخدين حقهم طبعا من بالاعلام، ولكن عندنا مبدعين ما شاء الله كتار جدا. لكل فنان في له انسان يوقف جنبه وشجعه الياس من الانسان اللي اعطاك دفعه ودعمك ووقفك على رجليك؟ طبعا البدايه البيت. البيت طبعا، البيت طبعا. انت والدتي من عائله فنيه؟ أنا ما بقدر أقول عائلة فنية، ولكن عائلة ذواقة للفن بشكل عالي.
يعني من جميع. جهه الاب ولا الام؟ الجهتين. من الجهتين. جدي الله يرحمه، انا ما وعيته كثير، ولكن يقال انه كان عنده صوت جميل جدا جدا. وطبعا وجه تحيه لوالدتي الحبيبه ام مسعد السيده فيروز عطله، هي اللي اكتشفت. طبعا واحنا بنوجه تحيه كبيره للوالده والده الياس، بنوجه لها تحيه من كل اهل حيفا، وللوالده كل عام وانتم بالف خير وسعاده. وبهذه المناسبه بنحب نطلب من الفنان المطرب الياس عطله يقدم اغنيه يا ست الحبايب للوالده. تفضل. ولكل الامهات. اكيد طبعا لكل الامهات طبعا. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي. يا حنينه وكلك طيبه يا ربي، خليك يا امي يا ربي، خليك يا امي. يا ست الحبايب يا حبيبه، يا حبيبه حبيبه. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي تحمل الهم بدالي. أنا موت سهري وتبات تفكري، أنا موت سهري وتبات تفكري، وتصحي من المنام وتيجي تشقري. يا رب خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة يا ربي، خليك يا أمي يا ربي، خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. شكرا كثير، والله يخلي جميع الامهات في كل العالم. تسلم. اهلا وسهلا. بننتقل مع الفنان المايسترو مرسي بيادسي. طبعا مرسي بيادسي هو حاصل على اللقب الثاني في العلوم الموسيقيه، ويعمل مدرسا في المدارس. حبيت اسالك اخ مرسي، شو اهميه الموسيقى للتدريس في المدارس؟ أول شيء سعد مساك سامي، وسعد مساء كل المشاهدين والمستمعين على قناة هلا. طبعا الموسيقى أول شيء للتنويه وللمعرفة هو علم، علم زي كل العلوم. طبعا هذا العلم لازم يدرس، نتعلم عن حضارات ثقافات مختلفة. موضوع الموسيقى هو مش بس بيحمل فطيات وموسيقى، والشيء أبعد من هيك كمان. لما مندرس موسيقى مندرس عن ثقافات، مندرس عن شعوب، عن تاريخ شعوب،
عن مواقف معينة. إذا بنيجي للموسيقى بشكل عام، فالموسيقى طبعا هي بنعرف انه احنا متأثر على كل ما يتعلق بالاشياء الحركية الحسية عند الطالب. الموسيقى بتعمل منيح لكل انسان، بتساعد على الذاكرة، لانه الموسيقى فيش فيها حاضر كله بالماضي، احنا بنتذكر حتى الاشياء اللي بنسمعها، فكل الايجابيات موجودة في الموسيقى. ليش بسموها غذاء الروح؟ غذاء الروح لانه تسمع موسيقى بتحس حالك يعني انت مش بحاجه لشيء ثاني غير الموسيقى، كانك بتاكل يعني، انت حتى لو انك جوعان ما بتفكرش بشيء غير الموسيقى، فبتغذي روحك وبتسعدك بالنهايه. بنوصل لمرحله اللي هي السعاده، المرحله الاسمى اللي كل انسان بيطمح يوصل لها. هل انت راضي عن مستوى الموسيقى في الوسط العربي، في الفن المحلي؟ طبعا في زي ما ذكر صديقي الياس، عندنا خامات وعندنا طاقات، وفي عندنا نهضة فنية. إذا بنلاحظ بآخر 10 سنوات في نهضة فنية، في عندنا كونسرتات، في عندنا المحافل أو المنصات اللي عليها الفن الراقي والفن اللي هو اللي الناس بتحبه، أو اللي الفن اللي الهادف، إن كان التراث، إن كان اللي من الزمن الجميل الكلاسيكي العربي أو الغربي. فوضعنا بخير، وضعنا منيح يعني، وضعنا تمام، وفي دعم قادم. نشوف برضو آخر هاي السنين دعم طبعا من وزارة الثقافة، اللي نشوف كل الجمعيات عم تعمل كونسرتات. الكونسرتات هاي بحاجة لدعم وبحاجة لموارد. فبالمناسبة بدي أشكر هنا وزارة الثقافة والأخت لبنى زعبي القائمين على هذا المشروع الكبير، وزارة الثقافة، وعلى الدعم اللي بصير يعني بفضل هذا المكتب وهاي المؤسسات إحنا اليوم بنقدر نعمل بما يسمى كونسرت مع كل الاحتياجات اللي له أساس نطلع بأحسن نتيجة. تطمحوا بالمزيد من الدعم؟ طبعا احنا الحمد لله انه هذا الدعم موجود اول شيء. كل انسان بيطمح دائما لاكثر، بس احنا راضين بالموجود، والموجود هو شيء ممتاز جدا يعني. انا بحكي لك من تجربه في جمعيه سنام، اللي انا المدير الفني تبع جمعيه سنام اللي اقمناها قبل 4-5 سنوات. انا مجموعه شباب اصدقاء لي، بالمناسبه بحييهم، عمر ابو عجاج، علي ومحيسن الصرايعة ونايف الكشالي. من بلشنا في مشروع موسيقى بدوية، موسيقى عالمية، أخذنا موسيقى الأجيال للموسيقى العالمية. فالولادة هيك مشاريع بحاجة لدعم، فالدعم الموجود هو ممتاز يعني. إنه حلو. بنسمع كثير عن الدحية وشايفين كثير عليها جدل، من معارض من مؤيد لموضوع الدحية اللي هي تراث بدوي ومعروف يعني بنلف وبندور ونرجع للدحية. بدي أسألك لأنك أنت برضو مدرس في راهط وعايش مع الشعب البدوي. مزبوط. أول إشي الدحية هي بالأصل، هي طبعا مرت في مرحلة تطور أو تغيير. الدحية هي فن من الفنون الشعبية، هو جانر موجود في الموسيقى أو التراث البدوي وحياة البدوي. على فكرة أنا من محبي من عشاق اللهجة البدوية والتراث البدوي الشعبي الجميل اللي فيه كلام هادف، فيه كلام عن جد ساحر، واللي بوصف حياة الشخص والحياة البسيطة. الدحية طبعا هي بنسميها حتى البدع، من إبداع هي بالأصل، بنحكي عنها شوي. طبعا هي فيها البدع، الإبداع إجابات أساس أنه في ارتجال وفي محاورة بالكلام وبالجمل بين أشخاص. فطبعا مرت بتطوير وبمرحله ثانيه غير عن الاصل يعني. طبعا هي مختلفه اليوم، الدحيه المسمعه احنا في الحان اللي هي مش الحان بدويه، طبعا الحان ماخوذه من هنا وهناك يعني مرتجله، اللحن عمل له ارتجال، جمل لحنيه اللي اجت على شو اسمه، صارت موضه، الناس حبتها. الدحيه في لها جمهورها يعني كان في جدل عليها وما زال قائم، وفي ناس يعني بتحبش تسمعها. وصار اول شغلي انا ضد التجريح، اول شغلي انا هنا بحيي كل الفنانين ان كان مين ما يكون، دحيه شعبي طربي كلاسيكي. انا بقول اذا بتحبهاش ما تسمعهاش، مش مجبور تسمعها، بالاخر كله هي هاي موضه. موضة صارت والناس مبسوطة عليها، وصار حتى ناس اللي بيغنوا الدحبرات دي صار هم نجوم. اذا انا مش هو الفن المفضل عندي او ما بحبه، ما طيب فيش حاجه اسمعه يعني. شو راي فناننا المطرب الياس في الموضوع الدحيه اللي اليوم منتشر في كل البلدان وفي كل اعراسنا؟ شو انت بتغني الدحيه؟
أنا إذا ما عندي مشكلة مع الدحية نفسها أبدا، بالعكس هي نوع من أنواع التراث. أنا يعني ما راح أضيف أكثر من اللي حكاه أستاذ مرسي. شو المشكلة إذا؟ ما في مشكلة، أنا عندي ما في عندي أي مشكلة مع الدحية، ولكن يمكن أخذت أكبر من حجمها المتوقع، والناس تولعت فيها بشكل، فيا سيدي ما عندنا مشكلة إحنا مع الدحية. الله يهنيهم وين الجميع، وخلينا نرجع للطرب الأصيل. نعم. ولا فناننا إلياس عطلة. الله. إحنا حابين يعني بمناسبة العيد يعني أكثر غناء وطرب مشان نبسط جمهورنا. تمام تمام تمام. إحنا موجودين بالسهرة بليلة العيد يعني من الجماهير قناة هلا الكل ينبسط إن شاء الله. سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح ما روح. سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح ما روح. ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي أدوم. ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي أدوم. سيبوني سيبوني يا ناس بحالي بحالي ما روح. سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح ما روح. ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي ألوم. ده غزالي وفى عزالي خلاني لوحدي أنوح. سيبوني وكم مبعت لو تراجي ولم يبل رجاي. وكم مبعت لو تراجي ولم يبل رجاي. سره ما اقدرش ابوه. اعمل له وانا بمله بسره ما اقدرش ابوه. سيبوني سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح ما روح. سيبوني يا ناس بحالي بحالي يا روح مطرح ما روح. ده غزالي وفى عزالي وخلاني لوحدي أنوح. خلاني لوحدي أنوح. سيبوني الفل والياسمين والورد. كل
احترام أغنية جدا رائعة. تسلم يا طاسم. حبيت أسألك إنه هل جيل الشباب اليوم يتقبل هاي النوعية من الأغاني بتغنيها؟ طبعا أنت بتغني الأغاني الطربية، أغاني الفن الأصيل، الجمهور الشباب اليوم بتكبلوا هاي النوعية من الأغاناء؟ قسم كبير جدا جدا من الجيل الصاعد متشوق لهذا اللون من الغناء والفن، قسم كبير جدا. حتى أنه أنا بقول الإنترنت واليوتيوب وهاي الوسائل هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يكون سيء وممكن يكون جيد جدا. لأنه أنا بتذكر لما كنت بدي أسمع والناي في السابق قبل الإنترنت واليوتيوب كنت أتغلب جدا جدا حتى ألاقيها، يعني كنت أروح على محلات الكاسيتات وين في محل كاسيت ببيع مثلا أغنية لصباح فخري. فاليوم بكبسة زر باليوتيوب أو من أي هاي المواقع، كبسة زر أنت بتقدر تسمع أي أغنية بدك إياها، فصار الإشي سهل جدا. فطبعا إحنا بنتمنى من الجيل الموجود الصاعد إنه يستمع إلى هاي الأغاني ويتمتع فيها، لأنه هذا تراثنا، هذا فننا، هذا مستوى الفن اللي كان زمان إحنا نتأمل إنه ظل موجود وينتقل من جيل إلى جيل. من مثلك الأعلى بالفن؟ من مطربك المفضل؟ المظبوط، أنا من عشاق موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، طبعا من عشاق العملاق وديع الصافي، ومن عشاق صباح فخري واللون اللي أداه صباح فخري والقدود الحلبية والموشحات. وطبعا ما في داعي نذكر كوكب الشرق أم كلثوم، هي معبودة الجماهير. ومحليا مين مطربك المفضل محليا؟ ما شاء الله عنا أصوات جميلة جدا، يعني أنا ما بدي أذكر أي اسم حتى ما نزعل المطرب الفلاني أو العلاني، ولكن عنا مطربين عظام جدا. أخ مرسي حبيبنا، إطار العمل بينك وبين المطرب إلياس عطلة. أول شغلة، علاقتي بإلياس هي قديمة جدا، هي من كذا سنوات، أكثر من 20 سنة إحنا أصدقاء قبل الشغل. طبعا كان لنا تعامل مع بعض في مجال الحفلات. اليوم طبعا بإطار جمعية سنام في عنا فرقة سنام للطرب الأصيل، أكيد شفتوها، وكان عندكم بقناة هلا بث للحفلات اللي عملناها والكونسرتات اللي عملناها. ففرقة سنام عندنا مشروع سلطنة اللي هو في قدود الحلبية والموشحات والأدوار. كان عندنا أول عرض بكريجر بحيفا، وكان عندنا بمعليا مهرجان الربيع، وكان عندنا بمهرجان صدى الصباط الخامس. فالياس طبعا هو المطرب الرئيسي في بالمشروع، مفرح قلوب الناس وما شاء الله عنه. طبعا طبعا انت قائد فرقه سمر الموسيقيه. سمر موسيقي، سمر باند، هي باطار اخر، هي فرقه خاصه لي مع مجموعه من الاصدقاء العازفين، بترافق الفنانين هيثم خلايلي وامير دندن. اوكي، خلينا نعود للطرب وللفن الاصيل، واختاروا شو بتحبوا تسمعونا. جزري القديم، فإذا تفتحت الشفاء ثوانيا نورت دنيانا وحييت القتيل. أقاتيل حبك ليس يحيي سوى أنوار ثغرك، إنه يرضى القليل. أقاتيل حبك، أقاتيل ثغرك، أقاتيل عشقك، أقاتيل لحظك، أقاتيل حبك ليس يحيي سوى أنوار ثغرك،
إنه يرضى القليل. جود عليه بقبلة لا تبخلي، جود عليه بنظرة لا تبخلي، جود عليه بلفتة لا تبخلي، جود عليه بنظرة لا تبخلي، جود عليه ببسمة لا تبخلي، لا تبخلي، لا تبخلي. فالحب والرحمة فنانين معتبرين في البلاد ما شاء الله عليكم، لماذا لم تبادروا بمشروع فني يجمع الفنانين والهدف منه الارتقاء بالفن والفنانين بالبلاد؟ أخ مرسي. نقابة فنانين فكرة كثير حلوة وجميلة، يعني في كل العالم العربي أو في كل العالم في نقابة فنانين أو في تنظيم اللي هو مسؤول بيعمل ترتيب، برتب الأوراق وبرتب الفن.
طبعا اليوم صار صعب حتى بكل العالم، يعني اليوم ما بتقدر تمنع، يعني نقابة الفنانين بإمكانها تمنع مغني أو فنان يطلع على مسرح. هلا إيش موجود في مصر؟ حتى في مصر خف، لأنه في معايير مشان أنت تمر. أول شغلة بدي أبلش أنا من نقابة الفنانين. يعني أنا سمعت عن في البلاد إنه عن وجود نقابي، بس أنا بعرفش عنها إشي. أنا في نقابة البعض، بس أنا كفنان الفنان سمير أبو فارس، بحيي سمير أبو فارس، الفنان سمير أبو فارس صديق عزيز علينا، وطبعا إحنا منحبه. أنا شخصيا ولا مرة دعيت على هيك مشروع أو هيك محل. أنا كموسيقي كان برضو لقاء الفن والفنانين في عكا، اللي بادر في الفنان كمال سليمان والنوي. كثير فكرة مباركة، فكرة حلوة جدا. يعني احنا بدنا بالعكس، احنا بدنا هاي المحافل، وبدنا هذا اللي انه يجمع الفنانين. احنا بالنهايه كلنا اصدقاء، ولتنا الهدف هو واحد، انه نرقى بالفن تبعنا. لكن قصه نقابي، النقابي شغله حسب رايي كثير فيها تعقيد وشائك، لانه يعني اساسا، يعني مع احترام لكل الفنانين، النقابي في معايير لاعضاء النقابي. يعني اللي بده يكون في نقابه الفنانين هو بده يكون بنفسه موسيقي، يعني لا يكفي يكون مغني او عازف، في معايير بني ادم مثقف موسيقيا، يعني دارس اكاديمي. يعني في مصر في كثير سمعنا عن فنانين اللي معروفين رفضوهم في زمن هاني مهنا لما كان رئيس نقابة الفنانين، وغيره الموسيقار هاني مهنا اللي انا بعشقه، ان رفضوهم بسبب انه عدم انه بيقراش نوتة مزبوط، بيكتبش نوتة مزبوط، ما فيش عنده ثقافة موسيقية. نقابة الفنانين بدها تحمل ناس اللي عندها معرفة ومعلومات موسيقية وثقافة موسيقية اكثر من الاعضاء اللي بنفوت عليها هنا، او مش اقل. فانا حسب رأيي هذا الموضوع شائك، لانه كثير بعرفش. يعني انا يا ريت، يعني هي طموحي وطموح يعني كل فنان مستاء من الوضع الموجود حاليا. انا بصراحه مش حاسس اني بحاجه لنقابه فنانين. يعني مش عارف، لا احنا اليوم عندنا الاطر موجوده، هاي الجمعيات والمؤسسات هاي، يعني عم تحضن الفن بشكل رائع. يعني الجمعيه او المشروع الموسيقي، الفن هو موضوع بحد ذاته. انا كثير بحب انه يكون نقابي، او يكون مؤسسة تجمع كل الفنانين أو الموسيقيين، لكن يعني نكون برضو عادلين، يعني نكون منصفين. يعني أنا بطبيعتي بحبش التعيين إنه بني آدم يتعين نحط هنا بدك تجتمع هنا حسب كفاءات، فما لا حسب هاي تكون شغلة اللي هي بتاعك. يعني يكون حسب رأيك يرشحوا حالهم، ويكون انتخابات ويختاروا انتخابات، وفي معايير طبعا. يعني احنا كلياتنا بنعرف المعايير، بنعرف كل واحد وين مكانه لازم يكون. علي طبعا في ناس اكفاء في هنا، مش شرط انا ولا غيري، في ناس اكفاء، في ناس اللي بيستاهلوا، وعندنا في مثقفين موسيقيا بالعكس، في ناس بيقدروا يقودوا هاي المشاريع. بس كمان شغله، احنا برضه في الدولة هنا برضه من يعني الموسيقى العربية والموضوع الموسيقى العربية، موسيقى هو مش موضوع محط أنظار، ولا هو محل أساسي. برضو هاي مشكلة. الدول العربية عندها خلص مفهوم إنه بتعلي موسيقى مصرية، موسيقى لبنانية. نعود إلى الطرب مرة ثانية، وبدنا تتحفنا بموال أغنية كيف بدك. لما نخوق بين الصبح عيساهم،
وحملوا السارة في الدجلب لما نخوق بين الصبح عيسى هم وحملوا وسارة في الهوى الإبل فأرسلت من خلال السجف نظرها فأرسلت من خلال السجف نظرها ترنو إلي دمع العين ينهمل ترنو إلي ودمع 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 العين ينهمل وودعت ببنان وودعت ببنان وودعت ببنان عقدوا عن من ناديت لا حملت رجلك يا جمل ودعت ببنان زانه عن من ناديت لا حملت رجلك يا جمل يا جمل يا جمل وودعت ببنان ودعت ببنان عقده عنم ناديت لا حملت رجلاك يا جمل يا حاذي العيس عرج كيد ودع أمي يا حاذي العيس في ترحالك الأجل يا حاذي العيس عرج يا حاذي العيس عرج كي نودعهم يا يا حاذي يا حاذي العيس في ترحالك الأجل ويلي من البين ماذا حل بي وبها بالنازل البين حل البين وارتحلوا ويلي من البين ماذا حل بي وبها للنازل البين حل البين وارتحل إني على العهد لم أنقد مودتهم إني على العهد لم أنقد مودتهم يا ليت شعري يا ليت شعري
يا ليت شعري بطول الدهر ما فعلوا بطول العهد ما فعلوا بطول الدهر ما فعلوا يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل 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 يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعال يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعال يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعال المطال طال وطول حلو تمشي تمشي بتتحول يا ربي ارجع زمن الاول يوم يا لطيف ما كان على بال يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلو تعال ويا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعال لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتحول لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتحول مش دالك يا نور عيوني مش حتى نعيد الزمن الأول بشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول حتى نعيد الزمن الأول يلا تعالي كفاك تعالي يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي تعالي لا يمل من صوتك الجميل ولكن وقت البرنامج انتهى وفي النهاية بحب نسمع منك كلمة أخيرة توجهها عبر قناة هلا قناة المجتمع العربي الأقوى في البلاد تعيد على جمهورك تقول كلمة لجمهورك شو بتحب توجه لهم تحية لك أستاذ سامي تحية لهالقناة اللي هي بيت دافئ للفنانين والمبدعين تحية للجمهور الراقي وكل عام وأنتم بألف ألف خير ونتأمل دائما الفن الراقي الفن الأصيل لا يستبدل بأي فن آخر عندنا فن رائع راقي من أجمل فنون وموسيقى بالعالم
هي الموسيقى العربية، كم بالحري الموسيقى الطربية القديمة. احنا مش بحاجة لموسيقى من خارج الأوطان العربية نستوردها، موسيقتنا بتكفي وبتزيد ورائعة. كل عام وأنتم بألف خير. وبنسمع برضه من المايسترو مرسي بادسي كلمة أخيرة بوجهها للجمهور. شكر كبير لقناة هلا ولموقع باني، طبعا بيتي أنا بداياتي هنا، فشكرا جزيلا وشكرا بتعطونا وبتعطوا كمان الفنانين هاي المنصة. طبعا بدي عايد على كل الأحبة، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب نعد على الجميع بالخير. بتمنى الخير للناس، لا بشكل عام أصدقاء الفنانين، التسامح ازرعوه بينكم، المحبة، خلي حياتنا تكون كلياتها سعادة وخلياتها تكون كلياتها فرح، فكل واحد يأخذ حقه، ممنوع يكون مظلوم. بتمنى السلام لكل العالم وإن شاء الله خير على الجميع. كل عام تبقى ألف خير. مرسي، إلياس، أحمد، معاد، كل عام وانتم بألف خير. احنا سعدنا جدا بهذا اللقاء وبهي الأمسة الحلوة معكم. سعدنا جدا يا ابو فادي، كل عام وانتم بألف خير. الى هنا اعزائنا ومشاهدينا في كل مكان ينتهي هذا اللقاء الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات. واتمنى ان يكون جمهورنا ومشاهدينا عبر قناة هلا الفضائية استمتع معنا برفقة مطربنا القدير إلياس عطلة والمايسترو الفنان مرسي بادسي وعازف العود المبدع الفنان أحمد دراوشي وعازف الريك الفنان معاذ خرمة، ومني سامي عبد القادر ومن طاقم البرنامج كل الأمنيات والتحيات بالصحة والعافية، وللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. وكل عام وأنتم بألف خير وسعادة. مرسي.